هل الاشواجان ده بتخليك تنسى صاحبتك؟ سابتني يا بومبي لابي، سابتني ومشيت ولا ترانسفورمر جاهز لسه راجع من الخليج. اشواجان ده حبيتين منهم قبل النوم تبقى ترانسفورمر متبلد المشاعر. تعالوا نشوف بقى بالعلم ايه اللي في الاشواجان ده وبتعمل ايه. الاشواجان ده فيها اكتر من مادة فعالة، اهم ثلاثة فيهم هي السابونين والالكالويدز والاسترويدال لاكتونز. اول حاجة السابونين، واللي اهم وظيفة ليه انه بيقلل البلاد ليبيدز او بيقلل الدهون اللي في الدم، وممكن يقلل من نسب الاصابة بالسرطان. تاني مادة فعالة فيها هي الاسترويدال لاكتونز، واللي تعتبر انالجيسك او مادة مسكنة للالام، وكمان بتقلل الالتهابات والتورمات. اما تالت واهم حاجة الالكالويدز، ودي بتجمع ما بين كل الفوائد اللي قلناها في العناصر اللي فاتت، واللي تعتبر انتي ميتوتيك. يعني ايه باختصار شديد؟ يعني بتقلل من انقسام الخلايا في الجسم، واللي بدورها بتقلل برضو من نسب الاصابه بالسرطان. فعندك ماده مسكنه للالام ومضاده للالتهابات ومضاده للاكسده، كل ده بينتج منه ان هي ماده ادابتوجينيك، يعني ماده بتقلل من التوتر، بتقلل منه بس مش هتخليك تنسى صاحبتك. ونصيحة ليك عشان انت كملت الفيديو للآخر، لو الرغبة الجنسية عندك قلت بسبب كتر الاسترس والضغط العصبي، خد أشواجان ده هتفيدك ان هي تقللك من الاسترس وتعلي الرغبة تاني.